عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. ان شاء الله مولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. فيديو جديد نحكيو فيه كيف العاده على اخبار ملاعبيه المحترفين البرة. فما تتويجات فرديه، فما ارقام قياسيه، كيف كيف فما ملاعبيه يمكن يعزوا صفوف المنتخب التونسي الشهر الجاي، بما انه عندنا زوز مباريات ضد كوريا وضد جابون. لكن قبل ذلك الكل خلينا نفتح قوس على كاس افريقيا 2025 اللي باش تنظمه رسميا المغرب بعد انسحاب الجزائر. دونك الكاس افريقيا هذه اللي باش تنظمها المغرب بالانفراستركتور نتاعها الكبيره، بالاستادات اللي عندها المغرب اللي حققت انجاز كبير كاس العالم اللي فات وقت اللي وصلت دومي فينال وربحت كبار القوم وشرفت العرب بصراحه. فرق اللي باش تشارك باش تلقى الاريحيه نتاعها، بما انه فما 24 ملعب معناها للتمارين وثمانيه مدن مغربيه باش تحتضن الكان هذه. ان شاء الله باش تكون كان ممتازه على الاخر، على حسب معناها برشا صحف وبرشا اخبار انه باش يبدوا الدات نتاع الكوب دافريكيا هذه بعد ما كان يتلعب معناها في الخريف باش يولي في الصيف معناها ما بين جوان وجوي. بون الخبر هذا نستناوه انه يتاكد حتى الوقتاش. دونك تونس بعد كوب دافريك 2004 باش ننظموا الكوب دافريك هذا. نحب نسالكم اسكو احنا تو بالانفراستركتور اللي عندنا نجموا ننظموا كوب دافريك ولا؟ وان شاء الله ربي معنا نختموا على رواحنا. وبالطبيعه القادم افضل نبداو نحكيو على ملاعبيتنا التوانسه. نبداو باول لاعب نحكيو عليه وفرحان برشا بالتتويج الفردي نتاع العاشوري، بما انه اختاروه في التشكيله المثاليه نتاع الدوري الدنماركي لشهر سبتمبر بعد التالق نتاعو مع فريقه، بعد ليزاسيست اللي قاعد يعمل فيهم، بعد البيرفورمانس، بعد ليفانت، بعد معناها الشيء اللي يعمل فيه الكل. مبروك عليه، ان شاء الله يكمل هكا. نتصوروا العام هذا هو العام نتاع العاشوري باش يتعدى بالي اخرى. اللاعب هذا يمكن يكون اول لاعب تونسي يوصل معناها المراتب محترمه على الاخر. ان شاء الله ان شاء الله ربي معاه. امكانيات كبيره، اتو كبيره برشا للمنتخب، ننتظروه في الستاج الجاي بالاضافه نتاعو، وان شاء الله باش يكون ملك الجهه اليسرى للمنتخب التونسي. لاعب اخر زاد يلعب في الجهه اليسار، فرحان برشا من المردود نتاعو اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه ديريكتومون. نحكيو على علي العابدي، الملاعب هذايا الخدام اللي حط في قلبه، اللي خرج من بطولة التونسيه المتواضعه حط في قلبه وصل ونال بصراحه يلعب مع نادي كون. دونك كيف العاده علي العابدي ولات له عاده انه قاعد يسجل في المباراه الاخيره تاع فريقه كون، رغم بون الهزيمه انهزم 2-1 في الليغ 2، بطبيعه يسجل هدف ليه مره اخرى، الهدف الرابع ليه الموسم هذايا اللي يخليه يجي في الترتيب نتاع الهدفين الثالث في الليغ 2، ويكون معناها يعمل رقم قياسي كاكثر مدافع في الدوريات الخمسه الكبرى في الدرجات الاولى والثانيه. يوصل العدد هذايا حاجه ممتازه برشا. كان نحكيو بطبيعه على الهدف اللي سجله، هدف ممتاز على الاخر، ابداع معناها من اللاعب هذا ستامبيجو كما قال الاخر. كوره معناها جاته بساقه اليمين يشرع يحل ساقه يشوت كوره انفلوبي، كوره مدوره تدخل للكاش، حاجه عالميه على الاخر. رغم اللي هو يلعب باليسار دونك شاتها بساقه الميتا على غرار معناها الكبارات نتاع الكوره. نذكروا معناها ديل بييرو دافيد فيا يعملوهم الكور اظومه. الحاجه الممتازه انه في علي العابدي انه لاعب بوليفالون كل عام، معناها قعدنا نضحكوا كيفاش سموه بوليفالون في المنتخب التونسي، لكن هو بالرسمي بوليفالون على خاطر يلعب لك اريير غوش يخرج الماتش نتاعو، يلعب لك بيستون اكسنتري غوش، يلعب لك حتى ميليو غوش، وصل لعب في الفريق نتاعو اريير دروا في المنتخب التونسي اخر مباراه ليه وقلع معناها البلاصه نتاعو في المنتخب، لعب كوم اكسيال ثالث وقت اللي نبداو نلعبوا بالاكس. دونك ربي معاه اللعب هذايا، قلع كيما قلنا البلاصه نتاعو السنه معناها على 7 ماتشات مع فريقه، لعب 7 ماتشات 90 دقيقه في كل ماتش، جا زوز مرات في الليكيب الاسبوعيه في التشكيله المثاليه نتاع الاسبوع على حسب سيت سوفا سكور. ان شاء الله يكمل هكا. كتحبوا تعرفوا الارقام نتاعو، هذه الارقام نتاعو في المباراه الاخيره رغم الخساره نتاع فريقه، احسن نوت في فريقه 98 دقيقه. دونك ماركا بونتو فك 4 كور، عمل 5 تاكلوات، ربح 9 ديولات على 17 ونسبة تمرير دقيقة 74%، عطى 2 باس كلي. وبطبيعة الأرقام قدامكم تجموا تزيدوا تشوفوها، حاجة ممتازة على الأخر. إن شاء الله يكمل على المنوال أذان. نحكي توا على حنا بعل المجبري
اللي حكينا عليه معناها في فيديو وحده وحللنا الماتش متاع مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس. تحبوا تشوفوا معناها التقييم الاداء نتاعنا بعد المجري اللي حكيت عليه في الفيديو هذا تلقاو اللين الفوق تنجموا تدخلوا تفرجوا. لكن نزيدوا نحكيوا على اداء شويه وعنا اخبار اخرى قبل المباراه هذه. حنا بعد المجري مشي بمعنويات كبيره خاصه بعد مباراه بيرلي اللي عدى فيها مقابله كبيره وخلى العباد الكل تشكر فيه. كيف كيف التشكيله المثاليه نتاع اللاعبين الافارقه لعبوا في اوروبا على حسب مجله اكتيف فوت سبور. حنا بعد المجبري شفناه في المباراه هذه اللي بالنسبه ليا وبرشا عباد شاطرني الراي انه فنيا ما قدمش مباراه كبيره لكن بطبيعه تكتيكيا قدم مباراه مزيانه. نعرفوه حنا بعد المجبري تكتيكيا بنسبه كبيره ينجح تكتيكيا بما انه عنده الشيء اللي يخليه تكتيكيا ينجح. يعرف يفك كوره يبرسي برشا يعمل برشا دي سبرينت يغطي برشا مساحات. اش نحكيو على النقائص تاعنا بعد المجبري بعجاله بطبيعه. لكن قبل هذا نذكروا باللقطه اللي صارت وقت خروج دقيقه 71 تين هاك كيفاش معناها شدوا من شعره التصفيق نتاع الجماهير تشجيعا ليه على خاطر يعرف عندهم موهبه. كيف كيف تين هاك بعد الماتش معناها قال انه حنا بعد المجبري مثلا وغارناتشو استحقوا انه يلعبوا على خاطر يوريو في الشيء هذا ويلزمهم كل يوم يثبتوا ولا هما معناها عندهم استحقاق باش يلعبوا في التشكيله المثاليه. دونك ذراعك يا علاف والخدمه تستنى فيك حنا بعد المجبري. كيف كيف اصحاب الكل معناها حيوه كما امرابط كما غارناتشو اصحابه يحبوه برشا. قلنا حنا بعد المجبري فنيا ما قدمش مباراه كبيره كي نقدنا حنا بعد المجبري باش يزيد يتطور. فما برشا عباد كيف العاده تصطاد في المياه العاكره وقولوا احنا تستنى في الزلقه نتاع حنا بعد المجبري باش يبداو عاد يعملوا في كل الحملات نتاعهم يبداو ينبروا عليه. ريتو العباد هذوما يطلعوا ويطلعوا ريوسهم كان وقت نوعا ما الفشل وقت الحاجات الباهيه والشيء الكبير والنيفو الكبير يبدا قدم فيه حنا بعد المجبري يغطيو ريوسهم. عكسنا احنا نفرحوا وقت النجاحات وقت اللي مثلا جوار يتيح نوعا ما شويه ولا ما يقدمش مردود كبير ننقدوه باش يتطور وديما ندزوا وراه وبالطبيعه نغلق القوس للشيء هذا. دونك بالنسبه لحنا بعد المجبري حكينا على النقائص الفنيه نتاعو اللي تتمثل خاصة كما قلنا في الثلث الثالث متاع تيران في العشرين متر والاخر وقت اللي يزم ياخو قرار سريع رغم اللي هو في سكانينج باهي حنا بعد المجري لكن يزيد يحسن فيه يزيد يحسن فيه. الاورينتاسيون نتاع بدنه كيف كيف حنا بعد المجري يزمك الادوار المركبه اللي يلزم يعطي فيهم الباس الاخرانيه الباس كلي الباس اللي تكسر الخطوط التير ياخو اكثر جراه يلزم يتعلمهم. الشيء هذا يلزم يخدم عليه حنا بعد المجري يحاول يبعد قد ما يمكن معناها من الباسات الميتا الباسات اللي ما تعمل شيء. فما برشا عباد قالوا لي راهو مش نفس الرول نتاع بارتي بيرلي. نجم نمشي معاك بما انه حنا بعد المجبري كان ياخو اكثر كره بارتي بيرلي طايح شويه معناها عنده اكثر مساحه واكثر حريه في الماتش هذا. قا روحه معناها في كثافه عدديه ما عرفش روحه وين يتمركز ما عرفش روحه وين يطلب. الشيء هذا لازم يحسن روحه فيه بصراحه واحنا ندزوا راه وان شاء الله ان شاء الله بالوقت باش يتعداها الباليه هذيا وباش يكتسبهم المهارات هذوما. هذا جاد معناها من الكومنتارات نتاع انجليز يحبوا مانشستر. حاولت نختار لي كومنتار اللي تنقد في حنا بار مجبري مثلا يقولوا تكنيكمون ما كانش حاضر على الاخر ناقصوا شويه في الثلث الثالث نتاع التيران لي باس نتاعو ما كانوش سريعين في الوقت اللي لازم يكون فيه. وان شاء الله حنا بعد المجبري يخدم على النقطه هذه. رغم هذا الكل حنا بعد المجبري معناها يخرج الماتش نتاعو ويعمل رقم قياسي بارابور اصحابه الكل كما تشوفوا حنا بعد المجبري يخرج شكاك يديه فارغه. اكثر لاعب في الماتش هذا يجري كيلومتراج عامل 12.9 كيلومتر برسك 13 كيلومتر يجريهم في الماتش هذا وهذا ظهر للعيان كاكثر لاعب معناها السناء في مانشستر يونايتد وكاكثر لاعب منذ قدوم تين هاج لمانشستر يونايتد. حاجه كبيره وكبيره برشا. كيف كيف اللاعب الوحيد اللي يوصل للرقم هذايا منذ بدايه جمع الارقام هذيا عام 2019. الاخبار هذه كلها هبطتها سكاي سبور ياكد لك القيمه التكتيكيه والروح والعزيمه اللي لعبها حنا بعد المجبري. صحيح فنيا ساعات في مباريات ما يلقاش روحه لكن 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 بالشيء اللي عنده هذه بالاضافه بالاجريسيفيتي بالروح اللي عنده باش يخلي روحه ديما كالورقه الرابحه التين هاج وقت اللي يحب يستحقه باش معناها يربح وسط التيران باش يلقى ملاعبيه وحوش تفك كوره يهبط حنا بعد المجبري.
المجبري اللي بصراحه ماكينه في وسط التيران كيف كيف زوز ارقام تهبطها سكاي سبور اليوم يعني فيديو نتاع الارقام ويجي فيهم هو الاولاني في الزوز ارقام هذوما الزوز بالطبيعه في البريمير ليغ الرقم الاولاني كاكثر لاعب في 90 دقيقه في الموين معناها نتاع 90 دقيقه يعمل سبرينت في ماتش معناها بمعدل 14.4 هو الاولاني وتشوفوا تابلو قدامكم لاعبيه اللي وراه كيف كيف اكثر لاعب يعمل بريسينغ في موين نتاع 90 دقيقه ب 100 بريسينغ في البريمير ليغ جي بعده اويلاند تشوفوا معناها زكي العمدوني زاد موجود وعمل له ريكور السنه في 90 دقيقه ب 104 بريسينغ توريك القيمه نتاع اللاعب هذا والجود اللي يلعب فيه اللي ان شاء الله باش يخليه يكون ديما كما قلنا ورقه رابحه التينهاك كملنا مع حنا بعد المجبي نحكيو توا على اللاعب يمكن يدعم صفوف المنتخب التونسي في قادم مناسبات هو حصوله لعب مع المنتخب ايفان 5 مباريات هو الظهير الايسر نتاع نادي لافال الفرنسي امين الشيرني لافال الفرنسي يلعب في الليغ 2 اللعبة ذي في آخر مباراة خذ نوت 7.1/10 يلعب أريير جوش عمره 22 عام طوله 1.81 يلعب بانتظام مع فريقه وذاي نادي لافال لاعب معناها 7/7 الدقائق متاعه متاع المباريات اللي لعبهم 89 دقيقة في كل مباراة الدرج في الديفيزيون كان يلعب في باري اف سي كيف كيف باري 13 اتلتيكو في الكاتريب ديفيزيون وصل حتى توا لافال السنة هو الأولاني في الليغ 2 يلعب على طلوع لينوت متاعه معناها في آخر 8 مباريات تتراوح ما بين 6.6 و7.8 دي نوت باهين الموين يجي 7.08 يقدم في أداء مش خايب حتى طرف كي تحبوا تشوفوا الأرقام متاعه لي باس في الديفونس وحاجات أخرى عامل الكل في الكل في المباريات الكل 8 أوكازيون كريي معناها خلق 8 فرص عاطي 5 باس كلي كيف كيف فك 9 كور في التوتال في الدريبل ينجح بنسبة 50% وإن شاء الله على سلاه اللعبة ذا بما أنه يلعب توا في الفريق اللي يلعب على طلوع عنده الريتم تاع المباريات علاش لا نشوفوه معناها في المنتخب التونسي في قادم تربص ينجم يكون هو المعوض مثلا تاع علي معلول علاش لا في الأعوام الجاية بحكم أنه علي معلول قاعد يكبر ويلزمنا ديما تغيير الدماء هذا هو الفيديو متاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم برشا اخبار ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه حتى لنا نقول لك بالسلامه.